كل متابعي تلفزيون اليوم السابع اهلا بيكم. دايما زي ما عودناكم بيبقى لنا تغطيات حصريه لكل الاحداث الرياضيه المهمه. يمكن دايما بنبقى متعودين نتابع مباراه الاهلي، مباراه الزمالك، حتى المباريات المهمه في اوروبا، بس النهارده يمكن خدنا لكم بشكل حصري كده مباراه مهمه في نص نهائي كاس مصر، كاس المانيا، احنا واخدين على مصر برضو. فريق هولشتاين كيل طبعا قاهر بايرن ميونخ بيلعب النهارده مع بروسيا دورتموند العملاق الالماني، طبعا في مباراه مهمه جدا النهارده. النهارده ان شاء الله في الاستوديو هم معايا زميلي احمد عصام اللي دايما يعني بنبقى موجودين في المباريات المهمه، ومعانا طبعا كابتن احمد مجدي طبعا نجم الاهلي ونجم الزمالك ونجم مصر السابق، اللي هو برده يعني ايه ان احنا مختارين ليكم نجم النهارده يعني بيعرف يتكلم في الكره الاوروبيه. انتوا عارفين يعني مش كل برده النجوم ليهم قوي في الكره الاوروبيه وكده، وهو بصراحه بسم الله ما شاء الله عليه عامل تحضيرات كبيره جدا، يعني حتى فريق هولشتاين كيل اللي محدش يعرفه يعني كل اللعيبه عنده وكل اللعيبه محضره. ازيك يا كابتن احمد؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ كله كويس؟ اه ازيك يا كابتن، منورنا. مبسوط جدا اني معاكم النهارده في تجربه جديده. الله يخليك. هو بقى احمد عصام طبعا يعني كان فترات طويله طبعا رئيس قسم الكره العالميه في اليوم السابع، فاكيد برضه هو ايه يعني هيساعدنا برضه شويه يعني مع كابتن احمد مجدي النهارده، هو مظبط كل حاجه، حتى معاه تشكيل كيل ده مش عارف جابه منين. كلمتني امبارح، انا بصراحه قعدت ادور الدنيا اخبارها ايه واشوف الحوارات ايه، بس جبت حبه لعيبه وجبت حبه حاجات بيشتغلوا عليها، بس طبعا الماتش هيبقى صعب، يعني انا الماتش صعب ان دورتموند خلي بالك ما عندهمش اي حاجه غير دلوقتي خلاص هو الكاس. الشامبيونز ليج حظه وحش جدا، لسه بتكلم معاك صحيح. هو وقع في مانشستر سيتي، اعتقد لو كان ممكن وقع مع حد اخف شويه من مانشستر سيتي كان ممكن يطلع، يعني ممكن يعدي. فانت دلوقتي والدوري هو خامس الدوري وخلاص، ما اعتقدش ان في منافسه تماما مع بايرن ميونخ ولايبزيج. فاعتقد هي دي البطوله اللي باقيه له ان هو يقدر يشتغل عليها في البطوله الموسم. اللي باقيه له بيلعب في السيمي فاينال يا احمد، بس يعني نجمه وهدافه اللي هو يعني يمكن في اهتمامات ليه من كل انديه العالم تقريبا هالاند، يمكن مصاب النهارده مش هيلعب ومش موجود في التشكيله الاساسيه، بس عنده هم. بص انا بتفرج عليهم يعني مش كتير قوي، بس بتفرج عليهم باستمرار. هم شغلهم شغل اللعب الضيق واللعب القصير والكلام ده كله، ما بيعتمدوش على لعيب. طبعا هالاند طبعا لعيب كبير ولعيب مهم ولسه صغير في السن ومن اقل فرصه بيجيب جوان. 38 جول يا كابتن لحد دلوقتي، من اقل فرص، بس خلي بالك الوكيل بتاعه عمل عليه ضغط كبير جدا. رايولا لسه، كان طالع النهارده كان بيتكلم لك انا الريال مدريد الوحيد اللي يقدر يدفع فلوس هالاند وبتاع، هم طالعين حاطين فيه 150 مليون على ما اعتقد يعني. فبدا يحط عليه ضغوط وبدا يحط يعني يشيل تركيزه من الملعب، وده انت اشتغل وبطل يعني التصريحات او الحاجات اللي انت بتشتغل فيها دي من تحت لتحت، ما ينفعش اللعيب يسمع. انا النهارده تخيل انت رايولا راح برشلونه وراح ريال مدريد وراح مش عارف تمام مانشستر يونايتد وتشيلسي، راح زيارات ومعلنه. فانت اللعيب ده لسه صغير في السن، مهما كان عنده قوه ذهنيه وقوه يعني عقليه، بس في الاخر انت ده لعيب كوره بيتاثر في الملعب. بس اللي يلام يا كابتن احمد برضه في الجزئيه دي يا احمد، اللي يلام اللعيب ولا يلام النادي بتاعه؟ يعني انا النادي بتاعه مثلا انا لعيب على قوتي ولعيب المفروض ان هو مهم وبيلعب معايا ولسه الموسم ده يعمل الزيارات دي كلها، للاسف يا عراقي نادي مش صغير. للاسف اللعيب دلوقتي طول ما مش عاوز يلعب في النادي ما حدش بيجبره ان هو يلعب. يعني ما حدش بيقعد لعيب دلوقتي يعني دلوقتي لو اللعيب راح عمل ورقه للنادي انا عاوز امشي خلاص الموضوع انتهى. هيحط المبلغ اللي هم عاوزينه فيه زي كوتينيو انت كان ليفربول متمسك بيه تمسك كبير جدا جدا جدا، ما كانش عاوز يبيعه، بس اللعيب خلاص مش عاوز يقعد. لدرجه برضه انه يلف على الانديه ويلف على دي بص دي غريبه. انا بصراحه انت شفت احمد هو النهارده كمان قال كلام غريب جدا، قال ان ريال مدريد يقدر على ثمنه. انا لسه كنت بتكلم. وبعدين قال كمان ان ريال مدريد ما يقدرش على ان هو ما يشتريهوش لو راح برشلونه، برضه بيلاعب ريال مدريد كده بيقول له لما هو ذكي. بس ما كنتوش تخيل لو راح برشلونه. خلي بالك ريولا من الناس اللي هي متحكمه في اللعيبه بتاعتها. في وكيل لاعبين وفي مانجر. يعني وكيل اللاعبين ده اللي هو مثلا يعمل ترانسفير بياخد فلوس مش عارف، لكن في ناس بتدير الحياه بتاعت الماديه وانتقالاته ومشيه حياته ازاي، يشتري له حاجات هنا ولا ياخد يستثمر في فلوسه هنا مش عارف يعمل ايه. فهو رايولا تجمع الناس كلها اللي هو ماسكهم هو المتحكم، حتى لسه مطلع تصريح على بوجبا النهارده. يعني برضو دي يعني فاهم بيتكلم ان هو لا رايح ده مانشستر ما يقدرش يقعده، ولو عاوز ينتقل مش عارف فين ممكن يبدله لو الاربع اطراف ما صحيح. موافقين. فانت خلاص وكيل اللاعبين في الاخر خلي بالك عمل مشاكل لبوجبا في مانشستر، قعد فتره من الفترات وطلع مع مورينيو كمان طلع يرد وقال لك اللعيب ده بتاعنا.
في الاخر. حتى دورتموند طلع قال لك هو العيب بتاعنا في الاخر احنا ما حدش هيعمل معاه حاجه طول ما احنا مش عاوزين. فانت برضو فرقه دورتموند فرقه كويسه جدا بس بتدور على الاداء الحلو. يعني بتدور على الاداء الحلو مش بتدورش على المكسب، انا عاوز اكسب. لما تيجي تبص على السيتي هو نفس السيستم بس الراجل طور حاجات كتير جدا 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 لما لقى الدنيا الشكل حلو في اللعب بس ما بيوصلش. يعني وصل الجون وحلو بس هنتغلب في الاخر. فدورتموند ماشي على السكه دي وبيجيب لعيبه صغيره وبيبيع وبيشتغل على لعيبه صغيره وبيبيع. فهو سياسه النادي هي كده، يعني سياسته كده. انت الطفره اللي عملها كلوب الفترات اللي هي مع دورتموند في الاب ما يمشي طبعا والكلام ده كله، ما اعتقدش انها سهله تتكرر تاني مع القوه الكبيره البايرن ميونخ. هو جبار. طب دلوقتي لو لك هنتكلم، قال ان دورتموند ابلغوني ان هم مش هيمشوا هالاند في الصيف ده، لكن اعتقد لو جالهم عرض كبير مش هيقدروا يرفضوه. يعني ده اللي بياكد على كلامي. فانت شايف ان هو ممكن يمشي الصيف ده فعلا ولا لا؟ هو استثماري، هم نادي استثماري. اجيب لعيب هو جاوب كام؟ معرفش جاوب كام، بجاوب حاجه ببلاش ب 30 ب 40 حاجه كده، وفي الاخر ما بيبيعوا 150 مليون. يعني ده استثمار، يروح يجيب 3 4 5 لعيبه ثانيين صغيرين يبدا يشتغل عليهم، لان النادي نفسه بيتطور، النادي عنده هيكله التطوير، مش اللي انا عاوز انافس دوري ومش عاوز اعمل ايه، لا انا عاوز ابقى متواجد في الاربعه الكبار، العب تشامبيونز ليج، العب مش عارف ايه في الاخر وبيع عشان استفاد، لان الموارد الماديه بتاعته مش قويه قوي. فدي انديه عارفه هي عاوزه ايه من الاخر. كنت بلعب برده الدوري الالماني، يمكن احنا ده زمان كان يبقى اقوى من كده شويه، زي برده زيه زي الدوري الايطالي. يعني الدوريان الدول بالذات كانوا من فتره كده كانوا افضل بكتير، دلوقتي تراجعوا بشكل كبير قدام الدوري الانجليزي والدوري الاسباني. الفلوس يا محمد، الفلوس. يعني اقول لك حاجه، المانيا مع ان المانيا عندها اقتصاد عالي جدا وقوي جدا جدا جدا، بس لما تيجي تبص على الدوري الانجليزي المليارات بتصرف، مليارات. يعني فاهم ازاي؟ هم عقليتهم كده هناك. المانيا انت من ساعه ما اتولدت اللي بينافس مين؟ هو بايرن. وكل كام سنه بالظبط يطلع مره لايبزيج لما يكون مدرب جامد زي اللي موجود، يجيب لعيبه ويشتغل على لعيبه ويطور اللعيبه والكلام ده كله، هتلاقيه هيقاتل، بس في الاخر لو خدوا دوري من 5 6 7 سنين يبقى حلو قوي. لكن بايرن، هو بايرن عنده القوه الاقتصاديه وعنده قوه شرائيه. انت شاري سانيه بمبلغ حوالي 80 مليون يورو، ما حدش بيدفع في الكلام ده في المانيا تقريبا. يعني فاهم، هم كل نادي وعاوز ايه؟ النادي بتاع بايرن وعاوز بطولات، مش عاوز تطوير لعيبه وبيع واعمل وبتاع، لو ما عندهم اقتصاد قوي. لكن كل الانديه الثانيه، تعالى لايبزيج، تعالى دورتموند، تعالى شتوتغارت، اي شركه، اي حد من الناس دي كلها، كله عاوز يطلع لعيبه ويبيعه، 2 3 لعيبه يبيعوا. يعني لايبزيج في صفقه ليفربول، مدافع بتاع لايبزيج هيروح ليفربول، هيدفع الدفاع مش اقل من 60 70 مليون وهكذا، يجيب لعيب صغير بعد كده ويشتغل عليه. هو بايرن عاوز البطوله، هيبدا يشتغل كل شغله على البطوله، بيروح يجيب صفقات بالملايين برده، مش يعني بفلوس عاليه جدا جدا جدا. ولكن في الاخر برده بايرن اعتقادي، يعني هو خلاص الدوري بالنسبه له يعني يعتبر حسن. بس طبعا ان فليك اللي هو الهاله اللي اتعملت حواليه ما كانتش حلوه. اللي انا دلوقتي انا ماشي واخر السنه والكلام ده كله، الكلام ده كله لازم تعمله اخر السنه، ما تعملوش دلوقتي. يعني دلوقتي انت في دوري شغال اوريدي، يعني في دوري شغال وكان لسه طالع من دوري او قبل دوري ابطال اوروبا كمان كان اتقال الكلام دوت. فانت شلت التركيز من فليك، خليته ان هو بدل ما ياخد دوري ابطال، لانه كان من اول المرشحين في دوري الابطال طبعا، طلع عمل الموسم اللي فات كان موسم ست بطولات الموسم اللي فات. وحتى لو انا برضو مش 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 يعني هو برضو هو يعتبر جديد في التدريب، يعني صحيح. مش 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 مثلا 10 سنين اللي هو يمسك منتخب دلوقتي، انا شايف ان هي خطوه لورا. مش بس في الجزئيه دي بقى، يعني لو جينا بصينا كده للارقام، اولي فيرنر المدير الفني لهولشتاين كيل 32 سنه، برضو ماركو روزا تقريبا 34 سنه تقريبا، لا روزا 44. يعني انت بتتكلم برضو في معدل اعمار صغير، برضو المدرب الجديد لبايرن ميونخ غيلزمان ده المدرب برضو 33 سنه. برضو شايف دي ازاي كانت رحمه؟ يمكن احنا هنا في مصر المدرب 56 سنه و70 سنه، الشباب الشباب عندنا 50 سنه. انا الشاب انا عندي 34 سنه اهو، ده انت مش شاب، بقول عليك رحت في انجلترا، رحت في انجلترا تدريب، خدت الاساسيه والسي هناك، وكنت طالع اخد اليومين دول الويفا بي من ويلز، بس طبعا عشان الكورونا والكلام ده كله فالدنيا وقفت. فانا في الاخر، هو جوارديولا مسك برشلونه امتى؟ كان عنده كام سنه؟ برضه اعتقد 33 سنه، 34 سنه. كان عنده كام سنه؟ زمان كبر شويه، يعني كان كبر شويه. لكن في الاخر انت امكانياتك ايه؟ هو ده الموضوع. امكانياتك ايه؟ هم هناك الناس دي بيدوا الفرقه، يعني بيقول لك فيرنر ده مسك كل الحاجات اللي في النادي، مسك كل حاجه في النادي، قطاعات الناشئين والشباب ومش عارف والفريق تحت الفريق الاول، وبعد كده مسك الفريق الاول. ففي الاخر انت ده تشجيع للمدرب، تشجيع المدرب بدل ما اعمل كارير في 10 سنين 12 سنه، ممكن اعمله في 20 سنه. يعني الدنيا بتزيد. جوارديولا لما مسك الفريق الثاني وعمل طفره، كان راجل، كان رئيس النادي
يعني معلش في الكلمه راجل اللي هو يمسك جوارديولا برشلونه كانت مغامره كبيره جدا جدا جدا. الناحيه الثانيه برده مدرب لايبزيج اللي هو راح باير السنه الجايه ان شاء الله ده ليه خطوات اللي هو كان مصاب قبل كده وقعد وبعد كده بدا التدريب وهو صغير فمشي ومشي واشتغل والكلام ده كله درس. وهناك في الاخر مفيش حد بيعمل حاجه غير الدراسه يعني مفيش حد مثلا ما يمسك فريق اول الا لما يكون مثلا معاه على الاقل الايه على الاقل الايه مش البرو الايه. لكن في الاخر انت هنا ال 50 سنه 55 سنه بيقول لك انت لسه مدرب شاب يعني لسه مدرب شاب ده هيبطل كمان كام سنه 6 سنين ولا 7 سنين. كابتن احمد برضو احنا يمكن خلاص عدى على الشوط الاول خلاص كده من 5 دقائق عايزين يا كابتن بس رايك سريعا في الشوط الاول ممكن يمشي ازاي. يمكن احنا عندنا طبعا في تلفزيون اليوم السابع المباراه حاصل على موقع اليوم السابع ممكن تقدروا تخشوا تشوفوها وبرضو احنا هنقابلكم باذن الله بين الشوطين وفي نهايه المباراه بس يمكن برضو ناخد راي كابتن احمد كده في الشوط الاول بس اعتقد هولتشن كيل هتنزل تدافع كويس قدام دورتموند لان ما اعتقدش هتفتح الماتش لو فتح الماتش يبقى تنتحر صحيح. هو يقفل اللعب ويبدا يشتغل على المرتدات. الناحيه الثانيه دورتموند هيشتغل باعتقادي بنفس السيستم بتاعه اسلوب اللعب القصير وبدايه الهجمه وازاي ان انا اشتغل بين الخطوط وازاي ان انا افرغ مساحات واشتغل ازاي بطريقه هجوميه. هو ده اعتقد الشوط الاول هيمشي كده القفل كويس بقى ده هيكمل قد ايه هو ده الموضوع لان خلي بالك الفرقه دي هي عاوزه جزء بدني وجزء ذهني. الذهني اللي هو يطلع في 40 متر ان انا ابدا اتحرك كل كفريق وارجع كفريق اول لما الدنيا دي الديفنس او الوسط ملعب والمهاجمين بيطلعوا والمدافعين بيقفوا ايه الحته دي هتبدا بقى دورتموند بقى يقتلهم فيها. فده اللي هنشوفه في الشوط الاول. طبعا هنشوف اجوان في الشوط الاول ولا اعتقد دورتموند ممكن يجيب له جول. تمام ده المباراه مذاعه على تلفزيون اليوم السابع خشوا اللينك هيكون موجود عندكم في الكومنتس على المباراه تخشوا على موقعنا تشوفوا المباراه بالمجان. وبالمناسبه المباراه مش متذاعه تلفزيونيا في اي مكان هو هتشوفوها على موقعنا وان شاء الله تكون مباراه مثيره زي مباراه امبارح بين لايبزيج وفيردر بريمن اللي خلصت 2-1 في الاكسترا تايم وكانت مباراه هايله جدا. توقع النهارده نفس الاثاره كابتن؟ لا امبارح دورتموند خلص بدري كانوا جامدين قوي وكانوا عاوزين الاثنين يكسبوا. انت دورتموند على حسب ما هيقدر يشتغل يعني هيقدر الفرص اللي هتجيله هيقدر يترجمها ولا لا وقفه فرقه كيل هتبقى واقفه ماشيه ازاي الدنيا هيفتحوا خطوطهم ولا هيبداوا يشتغلوا تحت زي ما قلت لك زون كده ويبدا يشتغل على المرتدات. ده اللي هنشوفه اعتقد دورتموند هيبقى انا قلت لك الضغط كله على دورتموند مش على حد تاني غير دورتموند. نروح للشوط الاول وباذن الله نرجع لكم تاني بين الشوطين ان شاء الله.